بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام من جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. جزائر في الاول نزير الجزائريين الجزائريين اللي عايشين دي تمور ثوك دو القربة. بونجور سالو تو لي زانجيريا اي الجيريان كي فيفون لانجيريا اترونجي لا شرقية لا غربية. ثقافة جزائرية. الحراك 12 لفخامة الأمة الجزائرية. الأمة اللي خرجت بشعارات يقول لك القايد صالح ديغاج، أم يقولوا كاع هايدا يعني تروح، لان لحاكم الجزائر هاو زادوا برهنوا للعالم باللي العسكر اللي يشد من 62 الى يومنا هذا. شكون جاب بوتفليقه هدايا؟ هما والناس تاع العسكر هادوك اللي ما يخرجوش على القايد صالح، اللي كانوا ضد القايد صالح، امثال هاد الطرطاق والتوفيق وجماعه، هما كاع كيف كيف سلاله واحده، يعني ما اللي عنده حسيفه مع واحد كيما لو 5 اكتوبر هذاك، باسكو خالد النزار سي ان شاء الله العظام في النار ان شاء الله. يعني هما سونسون دي روند مونت كونت. والقايد صالح هدايا ما يمثل الا نفسه، ما يمثلش المؤسسه، لان المؤسسه العسكريه شكون؟ هو العسكري والكابورال والسيرجان ولا جودان والكابيتان، ماشي هادو القيادة هادو، لأن هاد القيادة فاسدة ونجي نعودوها فاسدة. غالب القصير فاسد، أكبر فاسد عرفته الجزائر، أكبر فاسد. وقالها الأخ عبدو سمار وبالدلائل، ماهوش يهدر في الفساد، ماهوش يهدر في الفراق يعني. وزادوا واحد المرحلة خطيرة في الجزائر دوك نفهموا، يعني مالقري الانسان الانسانه هذه مع يعني كانت معاهم وتطبلوا على بنا، كانوا يروحوا كاع الاحزاب السياسيه كاع في الجزائر كانوا يروحوا، امثال هذاك مقري هو هضرها بفمه المقري، هذا مقري اللي يقول لك اسلامي. شحال يا خاوتي واحد يقلقوني كيقولوا واحد هذا اسلامي، شغل احتقروا الاسلام هذا، داوه ليهم هما اللي ما يروحش معاهم ماشي مسلم. يعني الناس هذوما هاد المنافق اشبريسي جدلوا المنافق كيفاه، هو هدرها بفمه قال تفهمنا مع السعيد بوتفليقه، هذا ما يديرش لو كومبلون. لكن الاخت لويزا حنون اشبريسي، نقول اخت ما تنساوش باللي في التسعينات اول امرأة اللي هضرت ضد الانقلاب العسكري قبل ومن بعد جاء الافافاس، باش نهضروا الحقيقة باش ما نغلطوش الناس. هاد الامرأة هادي على بالنا شراوها شرات الفيل، لكن ما نكروش النضال السياسي، هي خير من هاد المقري، خير من هذاك بوجر سلطاني، خير من هاد الاحزاب الطفيليه، خير ما 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 من هادوما اللي بانوا دوك، خير منهم ألف خطره، لانها مناضله. واش دار الحكم في الجزائر هذا؟ هذا النظام، هي النظام كي نقولوا النظام، هي النظام تاع الجنرالات، اون فا دير دي مو تاع الجنرالات اللي حاكمين الجزائر، هما 20 واحد كما قال الاخ العربي زيطوط، 20 واحد. ونطلب الاخ العربي زيطوط ولا يسمعني يا خويا يكشف هاد 20 جنرالات اللي حاكمين البلاد، العصابه هما العصابه اش بريسي سي لي فوايو. والقايد صالح هدايا هو سوسون دي روند مونت كونت بيناتهم اللي ما يعجبوش يديه، والشعب ماهوش يسمع للشعب واش هو يقول. الشعب يقول لك تروح حتى انت تروح، لان انت رئيس العصابه، انت رئيس العصابه. في 62 جابونا كيما كاع ماشي مأصلين ماشي جزائريين كاع، بن صالح يقولوا مروكي، بوتفليقه مروكي، ودوكا جابونا توانسه في الجزائر. شكون هذاك اللي رئيس تاع الرئيس تاع الحزب الافلان اللي يدخل للميجي بريسيز، يدخل للميجي احنا ما نستعملوش باسم ثوره الى اخره باش واحد يجي يحكم، يدخل للميجي هذاك من تونس، زايد في تونس وشتا كيما يقولوا وباثباتات ماشي قال الهضره برك.
كونتروبوند، يدير الكونتروبوند تاع التونس للجزائر، هضروها كاع الناس جبات بزاف. وثانيين طليبه تونسي ليس جزائري، شراها بمليار كما قال سبيسيفيك. سعيداني تونسي ليس جزائري، يعني جابونا نحينا الجهه الغربيه دوك جيبونا الجهه الشرقيه، يعني ما كاش واحد مأصل جزائري مأصل يشد البلاد. سبحان الله العالي، واش يدير العصابه؟ العصابه هذه راح خطيره، سورتو واش داروا دوك حاجه خطيره جدا، كي يديو رئيس حزب سياسي مهما كما قلت لكم ما لا ديفيرجونس الى اخي، ما على باليش انا بلا ديفيرجونس والاخر، لكن ابري نشوفوا فوق مرسيطار، مرسيطار حزب سياسي، يعني ما كاش سياسه في الجزائر، او يقولونا ما ديروا السياسه خلاص، او هذا لامومي ما دارهاش، ما داش حزب سياسي رئيس حزب سياسي للحبس، او هذا دارها، يعني النظام هذايا اش بريسيز، ما قولش انا النظام، قول العصابه هذه لي فوايو هادو جابوا لي فوايو تاع مصر كيف داروا في مصر لا ميم شوز، يعني لي ميم اوبجيكتيف لي ميم ديسكور، كيف كيف يقول لك يتحاسبوا يا ودي قبل تحاسب انت الاول، انت او عندك البرا دروا تاعك هذاك غادي بالقصير، هاو هاو او او استا مافيا او دير ماشي غير مافيا اكثر، انت ما نحيتوش تقول لي العصابه والاخر، وهادو الناس اللي دخلوا للحبس قلت لكم يا خاوتي داهم الحبس بور لي بروتيجي سولمون، وهادي قطعيه بور لي بروتيجي، او نساوهم شويه الشعب دوك باش يديروا ان ديفيرجونس، تسمى ان ديفياسيون على واش يطالب الشعب، الشعب طالب تروحوا كاع، الشعب طالب قايد صالح يتنحى، الشعب طالب الوالي يتنحى، الوزراء يتنحاو، لي زومباساد اللي موجودين في العالم يتنحاو، لانه ما هلكوا الشعب، ليرالجيري تتنحى، لان لا تمثل الشعب الجزائري، تمثل اشخاص، تمثل العصابه، هادي اللي قلناها حنا، اون فو ان شانجمون، مي ماشي شانجمون، ماشي التغيير، التجديد، يا اون ديفيرونس انتر التغيير والتجديد، حنا اون فو التجديد ليس التغيير، لان العسكر هادو اللي جينورو ينحيو هاد القايد صالح يجيبو واحد منهم لا ميم شوز، يعني هذا هو التغيير، حنا اون فو التجديد، يجيو جنرالات جدد من الجزائر، الاستقلال اللي ما كانوش في العشرية السوداء هادوك يجيو وكاع قاريين، ليس تغيير هو تجديد، لان كاين فرق بين كلمة تجديد وتغيير، وهذا الثورة الجزائرية نقول ثورة ليست حراك، ثورة، ونطلبوا دوك حقيقة، يعني كما قلت الخطوة الخطيرة اللي دارها هذا القايد صالح حقيقة خطيرة يا خوتي، لازم تشوفوا كما قلت لكم تشوفوا البعيد واش راح يصرى غدوة غير غدوة، هذه هي الاستراتيجي، يعني كما يقولوا لو استراتيج، باسكو يا اون ديفيرونس انتر بوليتيسيان لو استراتيج، لازم نشوفوا غدوة، هذه لويزا حنون مهما واش دارتو لكن رئيس حزب سياسي، ولويزا حنون ما ننكرش ونزيد نعاودها ما ننكرش النضال السياسي تاعها، وهي خير من ألف، خير من هذاك مقري المنافق وابو جره سلطاني وهذاك جاب الله وجمعتهم كاع، خير منهم ألف خطره هذه، وهي دواء الحبس، ونعيمه صالحي نعيمه الزيغو والروغار مازال هي الدور في الجزائر، سبحان الله العلي العظيم، باش تشوفوا هاد الاشخاص واش حبوا يديروا في الجزائر، ونقول يا خوتي نقول لكم تجديد لا للتغيير، تجديد في الجزائر ماشي تغيير، تجديد
والعصابة ما زالها، ورئيس العصابة هو القايد صالح، رئيس العصابة، لأنه ما داش وليده للحبس، وما داش طليبة للحبس، وما داش سعيداني للحبس، وما داش هذا اللي حطو في الأفنان التونسي هذا يا ما تحهم كيما يقولوا. On veut un Algérien de souche pure Algérien. شي جا من الغرب ولا من الشرق، حبوه جزائري من أصل. ونقول لكم يا خوتي، الشعب الجزائري خاوة خاوة بيناتنا، خاوة خاوة، ما كاش تفريقة، خاوة خاوة، ونكونوا جزائريين جزائريين. ونقول فخامة الأمة الجزائرية، فخامة الأمة الجزائرية، راكم تبرهنوا للعالم أننا أمة حقيقة، أمة ليس شعب، أمة، نحن أمة. نقول لكم يا خوتي، السلام عليكم، مرة بروشين إن شاء الله.